بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الأطهار. عملية الوعد الصادق أسست لمرحلة جديدة في تاريخ الصراع مع الكيان الصهيوني، وغيرت المعادلات ليس فقط بين إيران والكيان بل على مستوى المنطقة، وأكدت على الفشل الذريع الذي مني به الصهيوني والإدارة الأمريكية من خلال محاولة تهديد الجمهورية الإيرانية واحتوائها وعدم قدرتهم على منع الرد الإيراني عبر المسيرات والصواريخ المباركة التي أطلقها الحرس الثوري والتي مرت في الأجواء العراقية والسورية واللبنانية وصولا إلى الأجواء الفلسطينية المحتلة، ودكت هذه الصواريخ القواعد العسكرية الصهيونية. وهنا لابد لنا إلا وأن نؤكد على أهمية الرد الإيراني انطلاقا من الأراضي الإيرانية مستهدفا الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي رسالة واضحة أن إيران أصبحت لاعبا أساسيا وبشكل مباشر في الصراع، ولديها القدرة على إصابة الأهداف المحددة، كما اعترف وزير الأمن الصهيوني بن غفير وبعض الجنرالات والقنوات الإعلامية. وأيضا نؤكد على أهمية التدخل الإيراني واعتراف الإيجابي على معنويات الشعب الفلسطيني بشكل عام وعلى المقاومة في غزة بشكل خاص، مما عزز فهم أن غزة لن تترك ولم تترك وحيدة كما كان يريد الكيان الصهيوني وأمريكا، بل جاءت لتؤكد أن محور المقاومة انتقل من عملية التكامل فيما بينهم إلى مرحلة وحدة الساحات. وفي رسالة أخرى أرادت الجمهورية الإسلامية التأكيد على أن قدراتها في الردع أصبحت قوية، وأن إيران دولة قوية في منطقة الشرق الأوسط، ويجب أن يحسب لها حساب بكل المقاييس وبكل المفاهيم الأمنية والسياسية والعسكرية.